السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديد. رحب كامل المشتركات، نقول لكم مرحبا بكم. نظن من الحوايج اللي راهم قدامي شفتوا واش يكون الفيديو تاع اليوم. طبعا التحضيرات تاع عيد ميلاد تاع ولدي اللي كنت للاسف ما درتوش، خليت روحي حتى ريحت الحمد لله يا ربي، ونحيت البصمه. محمد راه يعاون فيا هنا، راه يدير في المايس الفوشار، ممكن كل منطقه كيفاش تقول له. كما راكم تشوفوا هنا راني جهزت الحوايج قدامي فوق الطابله باش نبدا نمليهم، يعني مازال ما قررتش واش راح نمليهم على باليش. جبت معايا ها الكوكا والحلوى الشيكولا صح، ونشوف ان شاء الله واش راح نملي. اول حاجه البنات بغيت غير نوضح واحد الحاجه هكذا. هذا السبوع اللي راح نديرو ان شاء الله، يعني راح نوريكم فيه التقاليد، ممكن كيفاش يديروا بالغربال، كيفاش يحطوا البيبي. قلت لكم انا اسبوع ما درتوش، حبيت يعني ندير هكا كيفاش يديروا، كيفاش يغنيوا له، كيفاش يديروا له. فحبيت اني نوريكم فقط التقاليد، ويبقى كل بلاد والعادات والتقاليد تاعها. يعني انا ماشي نحط لكم الفيديو هنا مثلا كمقارنه، ولا باش نقول لكم انه مصر تقاليدها احسن ولا الجزائر تقاليدها احسن ولا لا، بالعكس كل بلاد وعاداتها وتقاليدها. لانه كنت حطيت لكم الفيديو الاخر تاع العرس اللي كنت وريته لكم، وكاين بعض التعليقات هكذا يعني اللي يقول لك. طبعا انا قبل الفيديو اللي قلت لكم توحشت عرايسنا، يعني طبعا كل واحد يحب الجو اللي ولدت فيه واللي عاش فيه. انا ولدت في الجزائر، عشت في الجزائر، فنحب العريس تاعنا. هما المصريين هنا يحبوا العريس تاعهم، وكاين اللي جاتهم كاين اللي ثاني حير وكيك فمختلطين. انا ديما نقول لكم انه العريس تاعهم مختلطين ومحجبين، هما محجبات في العريس تاعهم، حتى العروس تكون محجبه كامل محجبين، وكل واحد يقعد في طابله في صاله، تكون صاله كبيره، وكل واحد يقعد مع العائله تاعو في طابله، فهمتوا؟ وبالنسبه ثاني للاولاد، هذه هي الحاجه اللي حرت فيها، لانه كانوا قالوا لي العرس كان ولاد. شوفوا هي لاصال كبيره كبيره كبيره، انا ما صورتش يعني كل شيء، اللي قلت لكم ما قدرتش نصور كل شيء، صورت فقط البلاصه اللي كنت قاعده فيها. ف قدام العروس اكيد هيتجمعوا الاولاد ثم، كانوا الاولاد كامل ثم تاع كامل اللي جاوا مع مواليهم مجموعين ثم يستناو في العروس. لانه بعض التعليقات قالوا لي حنا يكتبوا لك باللي ممنوع تجيبي معاك الاولاد العرس، ممنوع، لازم في اي عرس ممنوع. انا هذه بصراحه اللي ما بيش كيفاه، لانه كاين اللي ما عندوش من يخلي ولاده، وكاين لانه العرس الكبار والصغار كيفاش هذه مثلا الكبار، والله يعني ما على باليش. وتبقى حتى يعني ماشي راح نقول لكم انه كل بلد وعاداتها وتقاليدها. شوفوا احنا في الجزائر كل ولايه والعادات والتقاليد تاعها، يعني كيما نقولوا سطيف والجي بليده، كل وحده والعادات تاعها، وكل بلاد ثاني والعادات. المهم بلا ما نطول في الهضره، راني نوجد كما قلت لكم راح ان شاء الله نبداو نعمروا هذو القرع. شوفوا هذه اول حاجه عمرها محمود كما راكم تشوفوا، حط فيها هذو. المهم دوك انا نبدا نعمر. عندي هذا الحلوى، وعندي كوكا، وعندي هذا الحمص. هذا الحمص تاعهم ثاني ياكلوها فاش داير. طبعا هما في الاسبوع تاعهم يديروا اكثر من هاك، يديروا ثاني الماكله، يذبحوا ويديروا ثاني حلويات، يجيبوا حلويات ويديروا يعني اكثر من هكذا. انا قلت لكم غير عيد ميلاد فقط، وحبيت ندخل معاه عاده هذيك تاع الغربال تاعهم، فحبيت ندخلها باش نوريكم. وطبعا يقعد كل واحد ومقدوره، كل واحد كيفاش يدير، لانه انا بغيتش ندير بزاف، ما عنديش كل نعرض اصلا، فدرت هكا شوي شوي فعل شويه شويه هكا نفرحوا هذا مكان. شوفوا وهنا بغيت نوريكم هذو اللي قلت لكم عليهم، هذو ثاني يحطوهم في يديروهم في السبوع، يحطوهم في الساشيات هذوك اللي يديروا فيهم الفوشار وهذاك. دوك نوريهم لكم هنا، يخدم لك كيما نقولوا 100 وحده ب 20 باش تفتح، تقولوا الاسم. هاي كيفاش تجي دايره ها، تبان مليح ولا لا؟ المهم يكتبوا الاسم، تاريخ الميلاد، فصيلة الدم مشاربات، الوظيفة دكتورة في خفة الدم، المحل الإقامة قلب ماما وبابا، ويكتبوا من فوق زعما شهادة ميلاد. هذه البنات يحطوها قلت لكم
في الساشيات هذوك اللي يحطوا فيهم المايز. ها اسبوع مين يا ترى؟ اسبوع مولود ناس سكر. ها هذو يحطوهم. شوفوا هادو، شوفوا كيفاش مليتهم من الداخل ومن تحت. حبه درت حبه تاع شوكولا، وهذه ثاني اخي وريتهم لكم هنا كيما راكم تشوفوا. هذه حطيتها برك يعني مازال حتى نبغى نديكوري ونشوفوا واش نحط فيهم. جوري جات جوري. وهذو مازال ثاني، وهذو وهذو شوفوا وشوفوا هذه هنا البنات. كيما راكم تشوفوا هنا كنت درت عجينه تاع صابلي عادي يعني، وكان عندي هذا الشكل تاع ميكي ماوس. هذا بصراحه جبته من عند ماما كي جيت هيا جوري. كسع يعني كنا مقررين انه نديرو اسبوع كي نجيو هنا. هيا لقيتو عندنا، قلت له عطيني باش نشكل به. هذا هو لقيتو. درت عجينة عادية وشكلتها هكا، ومن بعد وليت جبت عجينة السكر ودرت ثاني نفس الشكل هكا وحطيت من الفوق هكا غير حوايج خفيف. هذا مكان الواحد المهم يفرح برك، مش شرط انه يبدا يدير ويشكل ولازم تكون طابلة ما باش واو هكا. المهم حوايج خفيف، هذا مكان محتاجين غير فرحة برك. الواحد هكا يتجمع ويفرح. وان شاء الله ربي يفرحنا كاملين كامل ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي يرزق كل محروم ان شاء الله بالذريه الصالحه، وربي يخلي لكم وليداتكم ان شاء الله كامل وتفرحوا بهم. هنا البنات كما راكم تشوفون شيت هذه عجينة سكر هكا طون ملونه يعني مسلاش ملون والله. ومن بعد بديت نشكل ثاني وحطيت. وهنا كما راكم تشوفوا هذه تاع الحروف تاع اول مره نستعملها، شكلت اسم عمر وبديت نطبع فيه زعما من الفوق خرج لي عمر. وحبيت نشكركم، شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم تاعكم، شكرا لكم على التشجيعات تاعكم، الكومنتات اللي تخليوها لي شكرا لكم بزاف بزاف بصراحه والله. يعني كل مره نقول لكم والله لي كومنتير غير يفرحوني بزاف بزاف. شكرا لكم بزاف بزاف خواتاتي امهاتي خالاتي كامل كامل كامل، والله العظيم اعتبرتكم عائلتي الثانيه. خدمت كريم شانتي ودرت لها كولر هكا. وهنا جيت خدمت ثاني الكاب كيك، وجيت زعما باش نشكل هكا من الفوق. كي يكوني جاهزه هكا في مناسبه صح يعني صح فيها شويه تعب هذاك، بصح كي توصل هذيك الحفله وتلقاي الناس هكا متجمعين والضحك وهذاك تنساي كل شيء وتقولي سبحان الله يعني كل شيء هون، غير تبقى عليك الفرحه وتبقى لك ذكريات. تاكم تشوف التليفون من هي محطوط. هنا كان يوم السبت وكان تقريبا 12 وربع 12 ونص هكذاك. هنا البنات كنت حاطه باش نسمع ماما كانت تقدم في اذاعه الصيف. بالنسبه لي كانوا ساقسوني كيفاش ديريها، انا نديرها من جوجل، نكتب اذاعه الصيف تخرج لي ايا ندخل نلقاهم يعني دايرينها على المباشر. هذه هي نكتب غير في جوجل يخرج لي. وهنا بالنسبه للجينواز خدمناها بصح ما خدمتهاش في نفس اليوم، خليتها حتى العيد ميلاد، خدمتها الصباح.
كيما يعني بالنسبه للديكور، لانه ما قدرتش وما كفانيش الوقت. هنا محمود هو اللي يقسمها لي، قال لي هاتي يعني دوك نقسمها لك قد قد. هاي قسمها على ربعه كيما راكم تشوفوا، وجات بزاف بزاف هايله. هنا بعد ما كملنا من الكوزينه، كنت نقيت ثاني صالو، كنت نقيت صباح. هنا بقى لي غير اني نفرج. دخلنا هذه الطابله ما جات تدخل بالسيف، حتى نحينا هذيك الزجاجه اللي من فوق ولينا قلبناها وباش دخلت. وهنا كنت رقدت الاولاد، كان ها كان جوري نايضة وعمر هو اللي رقدته، ما كانش رقدوا فيه. واخيرا مازال غير الديكور تاع لاتارت. المهم هنا كيما راكم تشوفوا، هنا نفخنا هذو وهذو ثاني راني راح نعلقهم. هذو كانوا عندي من عيد ميلاد تاع جوري، وهذو بعثتهم لصديقتي المصريه نشكرها بزاف بزاف. ديكورات هذه ثاني هابي بيرثدي دوك نديرها هنايا هكا، ولا هذه نعلقها هنا في الحيط. راكم تشوفوا ما بغيتش ندير الفوتاي منا والله هكا باش يبقى لي ليستا. وها هي كيفاش، ها هي. المهم دوك نعلقهم ونشوفو كيف يخرج. هنا تكون جينا حنا نعلقو الديكور. بالنسبه للفوتاي مبغيتش نرجعو كيما كان، لانه المره اللي فاتت كي درت عيد ميلاد جوري كان جاني هكا شويه ضايقه، فاستغليت الفرصه حطيت واحد منه وواحد منا يعني جاتني واسعه. والطابلة جبتها حطيتها هكا جهه الثقه في النص. راح المونتاج برك نقلب لكم لا فوطو، وتالي الثقه من الجهه في الجهه اللي من هي ديما المونتاج يقلب الفوتو. وهنا جيت علقتها بصح للاسف البنات هذه كنت علقتها في اللي تقريبا كانت 3 ولا تاع الليل، بصح كي نوض الصباح لقيتها طاحت ما حكمتش مليح، ما تحكمش مليح. ايا قلت معليش، حتى قالت لي صاحبتي لازم تديري لها داك دابل فيس باش تحكم لك مليح، وانا ما كنتش متولها، ما كانش على بالي لانه اول مره ركبها هكذا. هيا قلت معليش وليت علقت غير هذيك هابي بيرثدي وصاي. وانا كنت نحوس على حرف الار ما لقيتوش، زعما هابي بيرثدي الار هذاك والله ما لقيتو. شوفوني خليت له بلاصه بصح ما لقيتوش، ما عباش وين راح. هيا قلت خليه وخلاص واش حندير له. يا بعد ما كان اليوم متعب متعب متعب، سورتو مع الاولاد، سورتو مع عمر. عمر راهي خرج في النيبان عليها شويه، راه شويه كتعبان يعني مشي بزاف. والحمد لله يا ربي، وشكرا لكم بزاف بزاف، ونتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد.